على المسرح نحن طلعنا، نحن وفرقتنا الموهوبة، يا ممثل نحن وفرقتنا الموهوبة. في عنا كل يوم حكاية، أفكاره كلها مكتوبة، أفكاره كلها مكتوبة. هالعيشة صارت منكوبة، هالعيشة صارت منكوبة. يستر عرضك يا مخرج لاقي لك حل، وبعقلي فكرة حلوة للارتجال، يستر عرضك يا مخرج لاقي لك حل. بدك مشهد إيمائي بعمل تمثال، وإذا بدك ياني غني بضرب موال. أمان 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 يا يابا، عشرين سنة مسرح وشوي على الشاشة، فكري صرت اسرح وانسخ على بلاش. ما في فرص تصلح ادوار نكاشي، ولا في بحر اسبح صفيان فواش. فبتعرفوا اكثر مني شو راح يصير كالعاده مثل العاده.
خلاص خليك البروفا هيك. خلاص خلاص هلا انا رح اكون ابو صخر. على هيك ماشي. اول مره بختار دوري ابو صخر. انا اخذ دور عزه. بكون عزه. انت عزه خلاص. استاذ ممكن انا العب دور السائق. انت بحبه هذا. انت السائق حبيبي. انا شوفير. انا بعرف سوق. لك يا شباب رو. خلاص مين بده السائق هلا؟ انا خلاص ابو نور السائق. خليك على السائق. انا دور سعيد. سعيد انا الشوفير الثاني. انا الشوفير الثاني. الشوفير الثاني قلتي. سعيد اخر دور. سعيد اخر دور. سعيد هلا انا اخر. هلا كان ياخذ دلوعه اللي هي احسن ما فهمت. ايه الدلوعه تبع هاي وباي. وبدا سعيد اهم شيء ما تنسي كلمه مني كون بدي يكون. وفي معنى قلت ايش بدها بدي اسالك. لا نرجع كرسي. اسمعوا لكم هلا رح نشوف. مرحبا يا شباب. حبيبي هلا السكت ما مسنا على الكومباس. انتوا عاطيكم احلى دور العمل. انتوا الكومباس هلا. الله 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 أنا شو يسمح لي يعني لسه بقلنا وحفظ حشولي فنانين ما له علاقة بالفن. لحظة شو هذا؟ لحظة هذا مو فنان. لك منو هذا؟ هذا منتج العمال. سكوب هوب راحت عليك السلفة. راحت قوم يلا شباب. يلا بروفا. يلا بروفا. يلا تعطيك. يلا يلا تفضل. أنا شايف اللي هون هذا منتج. يلا أبو صخر قلي. يلا قوم سيدي قوم للبلش قوم. جاهزين. ايه سيدي شو في اغراض؟ والله لسه يعني اولاد عمي يمكن معهم شوية اغراض. على كل حال انتلى سقف المترو للآتي. طلع عليه ما عاد في قرنه. طيب شو بدنا نعمل؟ اخي شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل سيران على تأنيبه. تعال شوف. يلا السلام عليكم. ايه يا حبيبي يا صخر. خطي بيت خطي عندي ما تسلم على حدا. كيف وشك الله يرضى عليك؟ كيف وشك امرك يعطيكم العافيه. تفضلي 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 خالد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا الشباب. تفضلوا تفضلوا. طلعوا عليه؟ ايه طلعوا طلعوا. لك عم حكي انتوا داير وشك هيك حكي. حاضر حاضر. عمي يا اخي. ليه ابو العز؟ وين بده يبكي؟ هو انكسرت انكسرت. خلص هيك بكي. لا لا عمي. هيا بصفوا 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 لحالهم كيف. انا راسي يا خالد. يا ميت ليش بكل هذا؟ علم؟ كلمة الرحلة سكر هالباب وتوكل على الله. يلا تفضل. ايه سيدي؟ اعتمدتوا وقتكم تروحوا؟ ايه اعتمدنا. عربوي يا ابني. ايه على عيني. لا لا شو عربوي ما عربوي لا خلينا نروح على الخطة يا الخطة. ايوه. على عيني راسها. انا حابب اروح على عربوي وعلى الخطة. ايوه. ابن عمي جابالي روح على الكفرو. انت شو رايك يا اخي تحرج لك لسانك شو الله تحلقك وصرت لك موسيقى عنده وصرت من هيك. حاضر ابن عمي كثير شباب يا الله خلونا نروح على البحر. يلا رح نمشي. ابن عمي دخيل العنتين قصدي الاربع عيون خدني على اقرب فندق بديله. قدام على ابن عمي انت وين بدك تروح؟ انا بدي اروح على الربوي او الغلطه. لا انا بعكسك انا كمان بدي اروح على الربوي او الغلطه. لا حبيبي مو على كيفك بدي امشي. انا بدي اروح يا على الربوي يا على الغلطه. يا اخي انت كل مره بتطلع لي سجل عرب يا على الربوي يا على الغلطه. لا اخي بالعكس انا بدي اروح على الربوي او الغلطه. يا ابن العم يا ابن العم طول بالك خلص على الزبدان يا اخي. لا اخي يا على الربوي يا على الغلطه. اخي لا يا على الربوي يا على الغلطه. معناتها مروح على الربوي. شو انتو؟ خلاص معناها انا مروح على الربوي وعلى كتف النهر. لا اخي انا معكش انا روح على الربوي. اخي خلاص طولوا بعدكم. اخي بالتصوير. انت يا ابني يا سعيد لوين بدك؟ انا بروح معك على الربوي يا حشيش. مو انت يا ابو صخر. ايه انا كمان بروح على الربوي. ماشي وانت ابن عمي يا لا خالتي انا ماني موافق انا ماني موافق. يلا وانت يا ابني يا ابو انا ما بتفلح يا ابني يا ابني بس يا شفت شلون؟ هي اربع مقابيل اثنين، روح على الربوي روح. يلا يا رجل، نسيتوا شيء قبل ما نمشي؟ لا تيسر يا ابو وكل على الله اخي، وكل على الله يلا. وانت تسكر يا شعيب، دير وشك على ضهرك. عمرك ابن العم ابن العم. ايه الله يخليك، بدنا غنية حلوة منك احنا وماشيين على الطريق. ايه والله. يلا يلا عادي. شو معنا ليش؟ روح. 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 رو
لكم يا جماعة أول فزيت مبروك. والله يا صخر وعهدي للنور اسطنبول قال جل الاله وما خلق لكل عمس بلا بالطاعة ما قاعد هيك قاعد يخرب بيتك ابن عمي ايدك يا والله شيل عيدك يلا يا شوفير ما حدا رح يجي يتفون؟ لا
يعني ما في محبة؟ لا! ما في وفاء؟ لا! أهلين شحيل! يعني فضلوا؟ الحمد لله! خير خير شو صاير معه؟ لكن والله ما بعرف المكرة تحطل يا زلمة! لا لا! أيوة! معلم باينة أو مو من المكرة؟ لك كمان شو؟ حمولة زايدة! والله وأنت قلتها! قالت إعلان قلبي! اسمع لقلبك! تفكر بنسمة حمولة وتنزل مستقبل! ابن عمي! عم بيحكيني لأني شو يلا دير بالك حالك يلا سلام الله معك شوفك اول خط يلا الله معك شو قال لك؟ قال لي بتفضل اصلحوا لي انا ما مستغني عن ماكينة الكبة ايوه حبيبي حسن لحظة انا كمان ما مستغني عن العود ما بنزل انا ايوه بدك تفضل حمولي؟ ايه شيل هالدب ايه وانا انا ما في عندي راي انا بابا بطرح حدا بيجي ايوه دير بالك لا حدا جاي أنا حبيبي عفوا بعد اذنك انا بس بعد اذنك تفضل حط تحكي يا زلمه خلي هذا يحكي امرك تفضل انا واقف ابن عمي شو قال شو بعرف انه رايك بابا مشكلة يعني طبعا تفضل اعطيني رايي انا بقول اذن هدي لا اوكي صح مظبوط لا عندي حل عليك انا هذا شو ولاني معه الله حيك خلعتني يا تفضل ابن العم تفضل علي اذن هدي لا والله مظبوط كمان ليش كل اقتراحك صح مالي ناس اخي انا بالنسبه لي ما بنزل ولا غرض من اغراضي لاني ما بثق فيهم منه ليش ما بخاف يحطوا لي شيء بالاكل وتسمى يا حبيبي ايه والله يعني ما في وفاء لا ما في وفاء وما في اخلاص لا وما في محبه لا طالما اني عزمت الوفاء والمحبه والاخلاص غير قدرت قادر ما بمشي هالباص يلا شباب بدنا نعيد البروفا ما عجبتني 5 4 3 2 بروفا 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 شباب بروفا 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 كيفك ابو الفيل؟ كيف صحتك؟ معلم؟
فشان هاي الغرفة اللي نارك عنه مش عم نحكينا شو صار معه؟ ايه؟ عم بيع فلافة؟ ايه عرفت هلا بخبرك عراسي يا خالد بسلك ليه؟ يسلم محلولة حسان؟ شو؟ بيع فلافة ما من عنده دمية؟ ايه وين بيع بسكريتها؟ ايه تاني بناية وتاني طابق تاني طابق؟ ايه تاني اكيد؟ لك تاني سأل عليك بسعيد اسمه بسعيد؟ اه بسعيد بس لك يسلموا الله يفضلت عليك كيف مرك على حالك؟ تدعي عنده شو عنده؟ عنده غرفتين سنة حلو ناخذ الثنتين ولا لا خلص قال له انا مطرف على فواز على فايز مين عندهم؟ بتعرف الفايز لا خلص انت شو يلا باي طالع معكم لا قوم انت قوم هون انا عم بيع الفلافل يا ربي بخيلك يا ربي بخيلك وبعدين مع هالحاله وبعدين مع هالحاله لك شو بكي بتضلي تسوحي وتنوحي شو بكي؟ لك اخ اكلي عند البنات ما عاد في ولا عريس دقباب بيتنا يا رجال وانا خلقت على هالبنتين عن سوق لك وكلي الله شو بكي وكلي الله ما بتسمعي المثل بيقول هم البنات للممات ايه والله هم البنات للممات ايه والله يا خطيتي عليهم والله حرقوني قلبي حرق خلص يا مرا شو بكي الا ما يجي نصيبه على فكره ايه انا حكى معي يا براني بس ايوه لك هذا اللي جنب تبع الفلافل شو بو ما بعرف قال لي انه في هيك بعت لي حدا شو عرفني شو حدا يعني عريس انا قلت له عقله مين بعد اللي بعت لك حدا مشان مسكر الله يلي روح الله يفرح قلبك مثل ما عم بفرح قلبي يعني جايين عريس هلا بجوز عريس بس انا صدق له يطلع خارج طاقيه دق له يطلع خارج طاقيه بس قال لي مبسوط وقال لي جاي حدا مسكر معناتها جاي حليمي يا بنات يا بنات تعي حبيباتي طول قلبي جاي عريس طول قلبي اسمعوا لي بابا حبيباتي يا بابا جاي عريس هلا حبيباتي لا اختك الكبيرة، ايه ماشي عمري، ما تستعتلوا، الله يوفقكم، لا تصدقوا وشنا، ماشي حبيبتي؟ ليش اختك الكبيرة ما بدي؟ لك يا عمري طولي بالك يا حبيباتي انتوا شو بكون عريس؟ بيصير عريس، وبنتي وغيرك، بدي منك شغلة حبيب قلبي. يعني بدي لا تزعلي مني هسا عم بشوف عليك شوي. لك يا ابن الحلال احكي. بس يجي هذا العريس لا تدخلي بشيء بتديني انا اتفق انا وياه، ماشي؟ وحط الراسي لراسه. لأنه بعرفك بس تفوتي بقصة انت. ولك ما رح فوت ولا رح امشي بس خد دغري يعني عم نقربه لك بس صرت يعني حبيباتي يا بابا بابا بدي ما بدي انا بدي العريس يا بابا يا روحي يا بابا العريس لاختك بعدين اختك تتعرف على قرايبين العريس بعدك عريس لك يا بابا يا قلبي بدي ضايع عليك اسمعوا كلمة ابوكم ولو يا بابا بس بدي بقول ها اوعى انتوا تطلعوا حبيباتي لا تواجهوا بالعريس حتى اتفق وانت احكي لك عمري تعالوا يا شوفي بس بابا في احتمال انه العريس انا اواجهه مو ماشي يا بابا يا بابا يا روح بابا خلاص انتوا لا تخانقوا من هلا ماما انت رايحه؟ ايه حبيبتي عمي سمير عمي 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 عمي
تكلمي عمي، عجبتني منك كلمة عمي. انا مشكلتي انه ما عندي وقت، ما عندي دراسه، انا طالب جامعه. الله يقويك. شو بدرس؟ انا عم بدرس هندسه. مهندس؟ لا ما في شيء، بس الهواء برغشه بالبامي. مهندس قبلك؟ لا حافي عادي. ليك ما كان احكي. اهلا وسهلا عمي سمير. انت سعيد؟ اكيد سعيد بشوفتك. انا اسعد. بس يا ريت انا وقت كثير انه بس انفضحتي وكذا وتفاجئت. اكيد مشان نفوت بالموضوع ضغري. ايه تفضل. انت تفضل احكي. انا راح احكي. انت يعني شو بدي اقول لك؟ شو بدك؟ انت لا تعبدهم. شايف حدا هيك منهم من قبل؟ شايفهم من قبل يعني؟ لا والله ما بعرف. هلا بنشوفهم يعني. انا بعرف شو في عندك يعني، ما بعرف. بس انا بدي اقول لك انه انت دلوك. اكيد الحمد لله يا رب. وقالوا لك قلت لي دلوك عليهم. ايه انت بشو مفكر يعني؟ هلا انا في عندي كبيره وصغيره. ما بعرف تحب الكبيره يعني؟ في الكبيره في تعجبك، في الصغيره كمان يعني. طيب اي الله أه؟ أيها الأنظف؟ الاثنين يعني، الاثنين أنظاف يعني. تربية شغلي أنا، شغلي الاثنين أنظاف مثلي. طبعاً أعيد مين لك أنا؟ طب عندي اختراق أنا، بس ما تسعى يعني هيك يعني. بس حبيتك والله حبيتك. أنت زلمة لطيف كثير. خليك يا رب. شوف انا برايي انه اخذ صغيره جربها. شوف هيك استحي. طب اذا لك لحظه عفوا حبيبي، ما بدنا هيك عيب. شو جربها؟ في عم اقول لك انت يعني شو حابب انت؟ لا اذا الشيء هيك بتشوف. طب باخذ الكبيره على خيره الله. معناتها يلا بس بدي اشوفها اول شيء وجربها. الصغيره اتركها بحالها. خلص باخذ الكبيره بس عندي شرط.
الصوت. شرط واحد بدك توافق بدي فوت رفقاتي عليها. فوتها من الشباب واحد واحد وليك بالليل ما مطالع صوت ما مطالع صوت بنوك شوفي لا 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 شباب صغير 5 4 3 2 بروفا 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 خربطنا من عيد خربطنا بروفا خربطنا ستوب خربطنا يلا بعيد يلا 5 4 3 2 طلعوا يا شباب هلا عندنا مش هاد اسمه الباص الجو هو جو بل بدنا نعمل هيك رقص ودمج ودبكي وشوية هيك يعني عرفت شنو؟ فبتمنى اكون هيك تكون يعني حيوية. وانا دور جرسون؟ انا اخر دور جرسون والاخ يعني. ليش هو انا اخر دور جرسون؟ رد عندي. سيارتي يا سعيد يا حبيبي. تدربت عليه بهي المصلحة ما بدي احكي. بغض النظر تدربت عليه ولا ما تدربت عليه بهي المصلحة ما بدي احكي. كل واحد وشطارته. طيب هلا نحن بنعمل له بروفا ما عجبكم يا اخي بنبدل. ليش دور خلص هذا ايهاب يعني او وياك. ما في معقول هذا الحكي طيب جربونا وقت ما شفتهم بدلونا ما هذا الحكي تحكي اوكي يلا خلاص والله خذت البطاريه ما خذت البطاريه اي جنة زمان بشيء يعني طيب شو عم بدك تصبر يا اخي شو الكلام انا حاشوف خلص شو يا اخي شوفوا يلا بروفا شوفوا شوفوا تفضل Oh,
Thank you.
شباب كيف يا زلمه شباب بصحوا بابا انا صحيح مش انا ما بيني شيء لك بصحوا بصحيك لو كل ليره ندفعك على هالرقاصه كنا بنحسن نشتري لكل هندي لحتى يدافع عن بلده رصاصه قولين على المسرح نحن طلعنا نحن وفرقتنا الموهوبة يا ممثل نحن وفرقتنا الموهوبة في عنا كل يوم حكاية أفكاره كلها مكتوبة أفكاره كلها مشهد إيمائي بعمل تمثال وإذا بدك ياني غني بضرب موال أمان 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 يا أبا عشرين سنة مسرح يا لطيف وشوي على الشاشة فكري صرت أسرح وانسخ على بلاش ما في فرص تصلح أدوار نكاشي ولا في بحر اسبح صفيان فوار